اليوم بنتكلم عن كيف تصبح مستثمر في بورصة قطر. يقدر أي مواطن أو مقيم أو أي شخص من خارج قطر أنه يكون مستثمر في البورصة عن طريق فتح حساب في شركة قطر الإيداع المركزي، ثم توجه إلى شركة وساطة، مثلا إحنا شركة دلالة، ونفتح له حساب تداول عشان يستثمر من خلال الشركة شراء أو بيع أسهم. وعقب فتح الحساب في بورصة قطر يجينا العميل ويفتح حساب بإثبات شخصي وكشف حساب من البورصة، ويتم تفعيل الحساب التداول خلال 24 ساعة، ويقدر العميل متابعة الأسهم والشركات عن طريق مجموعة من الخدمات الموجودة في شركة الوساطة، منها الانترنت عن طريق كلمة اليوزر والباسورد، وتطبيق الهاتف لشركة دلالة، ومن خلال التداول بكل سهولة ويسر وبشكل آمن وسريع على مدار 24 ساعة. وهناك أيضا مركز اتصال هاتفي يتم من خلاله تنفيذ المعاملات عن طريق المكالمات الهاتفية من خلال العميل، ومن هاتفه المعتمد ننفذ فيها أوامره. ويمكن المستثمر خارج أو داخل الدوحة إيداع وتحويل الأموال داخل الشركة بشكل آمن وسريع وبالعملة التي يرغب فيها. بعد فترة صغيرة يصبح المستثمر على اطلاع بالنتائج الشركات وأسعار الأسهم بالربح والخسارة.